اخويا عبد الله. اوريت مش عارف ايه ده، ما عملتش اكسبت. اوكي سوري يا جدعان، عاملين ايه يا جدعان؟ اليوم ماشي معاكم ازاي؟ هل في مشاكل كانت موجودة في يومكم؟ حاجة مثلا ملفتة حصلت النهاردة غريبة ما كانتش بتحصل كل يوم؟ هوي يا قلبي عم عبد الله، عامل ايه يا باشا؟ How do you do؟ يا ابو خالد منور اخويا. بالمناسبة انا بتعلم مورد صح يا جدعان؟ طب اخويا خالد شكرا على الرياكت. بند اتروكس يا جدعان، في اي حد بيلعب توب يعني دلوقتي انت ممكن تبند اتروكس عادي على فكره، ما تسيبوش الواد ده مش طبيعي. اللي بند عبد الله اشرف سانكس شكرا لك. الآثار الجانبية بتاعت اللعب بدأت تظهر تاني يا جدعان، لما بدأت ألعب لول لفترة كبيرة هي أعصاب إيدي هنا بيبقى فيها آلام كده غريبة من كتر الكلكة، بقى الكلكة ولا إيه، من كتر الكريكات، كريكات كتير. ماشي هو بص أنا بيك مورد تمام، هو هيسكيل قدامي يعني أنا السلام المفروض أكسبه لحد الميد جيم عشان أنا عايز أتعلم مورد بصراحة، بلعبه يعني الفترة دي. قدامي شوجاس وتريستانا، انا كنت اخدت ست وتنط بشامبيون زي شوجاس كده في وسط ال في وسط الانمي بيعمل قلق يعني. ازير ميد، أزير مد ميتا طبعا، ممكن تبيك كشن اكشن اكشن جي فور. Let's see how this game will work. حاجة كنت عايز أعملها عشان أنا عملت شير بالغلط. اوكي كده الدنيا تمام، مش ليتس جو. قدامنا واحد بلاد بس ده اكيد نيو اكونت وكده، بدل قدامي ده يوم ذا 3
الميد لين دايموندز 3. احنا اللي معانا واحد بلاد. ايه عادي خير، هتستر كلهم، كلنا دايموند 3 ما عدا البلاد ده. قدامنا دايموند اي في، اتنين دايموند. انا هطلع وادخل بصراحة يا جدعان، البنج عادي تمام. معلش ثانية اجيب الشاشة بتاعت الجيم. تمام يا رب البنج، بس الجيم ده يكون لطيف يعني. الهواء اتقطع بتاع امبارح، واول كان فيه شوية هواء. Okay, let's go. هو يا توحة ايوه يا قلبي، بس جاد شكرا لك. البتاعة دي متلجة، أنا الله لازم تعمل أسامة شكرا على الأكتر. didn't did it. هو بيكتب ايه؟ مش عارف، مش عارف هو كتب ايه بصراحة الشاي، بس ملناش دعوة. أكشن حلو قدام أزير يا توحة. رد باك وطلع اجريسيف بطريقة ردي بداية. الواد ده بيلعب ابيليتي، انا مطمئن معايا. ليفل 2 حقك. شكله شوغرز خطير. تعبنا والله. اهم حاجة نعدي الفترة دي نتفرم. انا السيتويشن، انا ممكن اموت ايرلي تمام عشان لسن، بس اما من الواد لو مت منه ايرلي ابطلها. قشطة قشطة جدا تمام. انا معيش اي سكلاية، معيش اي سكلاية. هيلب يا اسطى، يا تكرر تدخل. هاتوا ده ولا كلاية، ولا كلاية، ولا كلاية. لا طبعا مش بيكونتر. هو انت كشوجس المفروض تسيف يعني، لو لقيت سيف كده كده تبقى بارة يعني، وتبقى سهل ان انت تسيت اب جانج لو حد جاي جانج او كده. انا شخصيا كنت بلعب بشوجس بكسب اللين يا جدعان. من الوقت خد كلات ويا ربي. ها استنى اخليه جنك، انا ممكن يعني ممكن استنى والله، خلي شو بس يباش
تمام، ويبقى ايزي جانج، هو مش معاه فلاش يا اسطى. هو كان فتح الليفل قبلي بس، فطبيعي يا اسطى لما يبقى ليفل 2 طبيعي لما يبقى ليفل 2 ايه ده؟ ودي يا ديني، بس انت هتموت يا اسطى بالله يا والنبي يا جدعان. هو طلع ليفل 2 قبلي اخويا ياسر بس، فانا كنت راجع لورا يعني، ما قداميش حلول. اوكي وايه الحظ ده؟ الحظ ده انا المفروض اقتله بقى يا جدعان. عشان هو يافطة وصل اللين قبلي بس، فاخد ال خد الويفز بس، هو الماكس كيو على فكرة. ما فيهاش بلتاي انا اجيب فيجن تانية برضه عشان ممكن اغير مكانها. احلى حاجة في شم زي مورد ده يا جدعان، وانت واخد بريشر في اللين وكده ومعاك ار بالذات، ما بتبقاش خايف مثلا لو اتجنكت عادي، ممكن تجيبهم دبل مثلا لو ما تحبس اللي اقل هيلث وتقتله. طبعا انا هركز على الفارم بس يعني دلوقتي عشان مش معايا ار، وهو معاه مينيونز كبير، فانا مش هينفع تريد معاه في سيتويشن زي ده. ممكن احط الفيجن بتاعتي هنا دلوقتي، بس هي حط ورد اهو. الحاجة فيه هو ان هو يعني عمال يبش في الويفز، فاهم؟ زي ما تكون مسيطر على اللين وممشي اللين بدماغه، فاهم؟ هو اوكي تمام، تريدة بسيطة كده بربع اتش بي لطيفة. ما بوشش الويف دلوقتي، لا انا اخد ياد 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 فرم ياد تعبتني. هما ياخدوا الريفت مثلا في الوقت ده، انا ممكن اعمل بريشر عليه وبش، بحيث ان لو في حد هيروح من الانمي ناحية الريفت وكده ابقى اوصل انا بدري، فاهم؟ بس هما بياخدوا دريك يعني، احنا بناخد ريفت وهما دريك، ف هيبقى ايزي ريفت تقريبا، مش هيبقى في حد يانصر
اضربه كيو بس كده راح الطار، ما جاتش مالناش دعوه. اضربه ايه، ما جاتش، جات عادي. طبعا الدبليو بتاعتي عباره عن شيلد يا جدعان، بضربها اول ضربه بتفتح لي الشيلد، تاني ضربه تهيل لي نص الشيلد ده. هو ليه بيفايت بيفايت شو بس؟ حط ريفت. طيب بعت سمايل يا دي، يا دي انت، هناخد 3 بلاتات. يلا امس هداهم بقى كينج الاساسات، بلعب سبورت. ايه يا جي فور، خف حقك والله. يعني انت سواد شوغس معلم يا جدعان، فكرني بنفسي وانا بقيت بشوغس. مش فاهم ازاي واحد ممكن يلعب بتانك وتموت الموتات دي كلها. انت كتانك مش مطالب منك ان انت تفايت مع اللي قدامك مثلا، مطالب منك ان انت في اغلب الشامبيونات والله مش شرط تانك، يعني انت تفرم الليفل بتاعك يكون محترم، ما تموتش كتير، تحاول تفولو، تشتغل شغلك بقى في التيم فايت ان انت تبيل او ان انت تنجيجو كده بس. مش انت مش مطالب ان انت تنت، او انت مش مطلوب منك ان انت تنت باي شامبيون سواء. تمام، كنت توب او بتلعب بمين يعني؟ مش بصراحة الانت ده مش ألطف حاجة يعني، ما كلنا بننت يعني بس مش على طول. بس سمول تريد يمكن. سلوات جي فور حلو مش وحش. ما في الستوريت جولده كبير بصراحة، هاخد الليفة دي وارجع. ممكن اضرب تبي، ممكن اطلع بريشر في اللين بعد كده اضرب تبي على الدريك ده. محتار الجيم ده اجيب بوت ايه، خليها تنسنت. تمام تنسنت. ايه الفترة الغريبة اللي قبل الدريك دي؟ يا جي فور بقول عليك محترم، جي جي. الدريك كده من نصيبهم طبعا، هم عملوا فايتاية قبل الدريك 15 ثانية وعملنا انت فيها، فطبيعي حاجة زي الدريك دي كده لازم تخلي بالك في الفايت.
يعني والتايم بتاع الفايت، يعني انت فايت زي دي انت المفروض تكسبها عشان تاخد دريك، خسرتها جي جي يعني، تاخد دريك تبدأ تخسر ادفانتج بقى في الجيم. السكابتر طبعا مهمة، الشامن زي مورد ده خرتيت بيه خرتيت. يا ابني يا جدعان يجي منه، لا يعني جوفور بيبوخ الجيم والله. اه طايطاي اهو قبل الريفت برضه، ناخد البلو ده عشان هما يجوا ياخدوه. ملهاش اي لازمة، ارجع يا عمي. كويس الواد ازرار بيفهم يعني، خد الفرد شاف ان التيم بتاعه بيعوق فقال لك هيعمل المطلوب قدامه حاليا، يعني مش في قدامه غير ان هو مثلا ياخد تورت، هو مش هيلحق يوصل في التيم فايت يعني. والعيال عملوا الروتيت حلو علينا ان هم اتحركوا على ريفت، والتيم بتاعي ما استوعبش كده يعني. ربنا يبارك لنا طبعا كابتن جوفور. هو الواد ده عمل فيت ماكس الار عشان شكله كده كبير خالص، 5 فاضل له قرايه تاني. انا مستغرب ليه جي فور مثلا مش اتمنى ان هم ما يعملوش انت واد جي فور ده عمال انت. اوكي جي فور جي فور والميد خربوا الجيم. ايه الفتاة الغريبة دي يا جدعان؟ الطور ده اه انا هكمل بوش، ممكن اضرب تبيع الطور التاني. صعب حتى الطور التاني اه. اوه الطور التاني واقع برضه. الجيم اتخرب في تلات. اه يا ربي لا يعني يا جدعان، الغلطات البسيطة دي يا جدعان، الغلطات البسيطة دي والله بتخرب الجيم. مش فاهم بصراحة هما الاتنين دول مش فاهمهم. مين اللي رفع الاف اف حتى يعني؟ انت مكين اهلك يا اخي. ايه البيض ده يا عم؟ نلعب لينات حلوة والدنيا لطيفة. لا نقل اوف عايز الخرا. الدريك ده الدريك ده الدريك ده ما تقنتوش قبله والله. ما بقول لك يعني انت ما ينفعش تغلط، ما ينفعش تغلط بالذات في وقت زي الميد جيم ده، بالذات الغلطه فيه بتبقى حرق. انت ممكن تغلط ايرلي هتبدا بقى تلعب بعد كده، فاهم؟
انا مش فاهم، انا مش فاهم، انا مش فاهم، مش راضي ليه تضرب اسكلايه؟ كانت مستنية ايه؟ مش فاهم والله يا جدعان. الواد دي في سيتويشن، حط عليه البابل. اتخرع عليها والله بجد. اتخرع عبيط التاني ده. يا دين امي. بيفرح فين؟ بص بيفرح. لم ابن كلب يا جدعان والله. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ الله يحرقك، الله يحرقكم يا اخي، الله يحرقكم، الله يحرقكم. هياخدوا بارون، هياخدوا بارون، هياخدوا بارون. الله يحرقكم يا اخي، الله يحرقكم. يقول لك دونت، يقول لك دونت تلف يعني كده. والله العظيم دونت تلف مان، واي واي يو ار تلفينج؟ ايه يا تراش انت ليه بتفليم؟ يلا بارون، بارون، بارون تامر، ما انت اسمك تامر يعني عارفين. جي جي، حسبي الله، حسبي الله. ماشي يا سيو، انا ممكن اقفل الستريم والله بعد الجيم ده. مش فاهم يعني، مش مستوعب يعني هم بيلعبوا ليه كده. اوه 500 جولد ليفل 14، دي كان اللي معايا ليفل 10. ليفل 14 هذا عبيط. وضع عبيط ولا بس يا دين محمد. ما بيعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش على امل ان حد يقفك من الانمي والله يا جدعان. جدع ده جفور لعيب.
يوفور عمل المعادلة المستحيلة. يلعب ايه اللي صح؟ انت في الميد أصلا. ماشي بنور الله ماشي. ماشي بنور الله فعلا. الستر هتستر. أهم حاجة، أهم حاجة الصحة والله. مش مهم لولا يا جدعان. هو فعلا الواد من 5-0 السكور ده ده ازاي بس؟ ادريكا شوية. يس يس لو تيم والله لو تيم. قولي بس قولي مش كده مش عارف والله. عادي عادي جيم زي ده ما تمسحه من الذاكرة كأنه مش موجود. 18 اللي بيه كمان لوز يلعب 200 ام لول على الصبح. الفكرة ما تعرفش انت تعمل له الفكرة مش هياخد. مفيش هو مش هياخد. والتاني اللي باكلي اكشن في الميد ثقة ويعني كله وحش، كله وحش بصراحة. تاكس حتى انا وحش. اوكي ماشي عادي. جيم مش محسوب. اتفرج على الولد عقبال ما الجيم اللي بعده يدخل عشان ما نشبعش خالص. بس فاناتيك فاناتيك تي 1. اوه شكلنا مش هنلعب ولا ايه؟ والله شكلي مش هلعب. اتفرج على الناس دي يا عم. ضربت في وشي. Shut up. Both of his summoners to get upsets, but Owner overextending there. Wrestler playing with a little confidence. Doesn't hesitate. Doesn't burn his glass when he's under pressure from Owner on the red buff. Saves it to punish him later on. Juro trading really hard on the Faker there. Loses a lot of his mana bar. Has the potions to pick up. But that's a loot. But that's a
solution with all of us. Absolutely, that is huge. You know, after upset from the Sonners, you had to feel it this moment. And it's going really in the favor of T1, but Warner's just not paying respect to the fact that Razor could still be around. It seemed like he, his reach was Razor would have gone all the way out and would be getting out of there. He thought he could chase him straight through, but the big punish from Fnatic. They already surrendered their health this time. Those summoners, those are very vulnerable, and those people are trying to crack it anyway. Owner is on the way. No pressure for us. Black W, but people have might have to prioritize ideals. They're trying to get past it. Red Cap's Rafin. So, really, no game to actually land on the land. And I would love to see the replay of how upset was this summoner. So, this is the replay of the jungle 1v1. Razor does hesitate here and slash away into the main panic. Just holds it, procs it, has it, gets the base rush smite. What happened to Volk though? Does carry a flash flay on the upset when he dashes forward? No, hitting water. And it flash flays the cleanse. Upset has to match. Both summoners burned from the supports. Kuma Yoshi from Carrion and Upset. Kuma Yoshi has to be overtaken and the punish from Razor. Yeah, absolutely. I mean, Owner just doesn't actually think he's going to be staying there. But that was a beautiful ward from Razor. He placing the ward in the brush as he walks out and then just weight hugging the wall. So the Owner doesn't have early vision of him. And as soon as he steps in, it's flash, tackle into the wall. The follow up is there. You already know Hilly's going to be down to flash in for that sort of a play. And that was just. لاحظ ان اغلبهم بدأ يبيك جاكس قدام اتروكس وكده ممكن ابقى اجرب الماتش دي انا ما لعبتهاش من فتره بس اي ثينك ان اتروكس اقوى من جاكس ايه دي يعني That is the difficulty in some of these early game matchups. As Jax, you don't really have any sustain, so if you are taking those cues, that sweet spots that Wonder keeps hitting with, it's going to be a massive advantage for him. You'll lose the entire wave, lose the cannon, your wave will bounce, and Wonder will get a play. That right there is a swing of almost a kill's worth of gold. Definitely, so Wonder will really be in here in this whole thing isolation, right? Start covering around the zone, they have swayed. So they have going in their favor. Hellbuck's full illusion. Upset has the cleanse up if Carrion and the hook, but maybe had no flash. So Upset might have to play Walker here and try to help his supports. Carrion on the X Flash. X Flash. They are going to sidestep with my phone. They both go supports. Back corner lane. That could have been a kill if the summoner's down. Both summoners are going around. شكل هلعب جيمين سبورت شوت سويتش ده حمست والله عندي العب جيمين سبورت كده بيخلي الواحد يشل من الحياه والله حته سريش كده عذاب ليه ده افك ولا ايه He's also looks like disconnected there for a second because of the lantern, but he could move. I wonder if his screen froze, his PC froze, his mouse broke there, something happened there. Might have to look for some kind of chrono break because that hurts the lead so much. Yeah, taking the bad trade. النت بيقطع عندهم يا عم في الاونلي ده فيست جو يا عم يا فيكا يا عم الناس والله جيت سبورت على طول يلا بتفرج عليك بعدين بقى النت بيقطع عندكم It just looked too strange, and he loses a good what, couple hundred up there. So Kicker خايف من Nautilus. Stay if it was in fact some sort of bug. Miguel شوية. Right, look, Premier just lost around 25% of his health bar. Razor's around threatening to die. This would not have happened if the mouse or the PC, whatever happened. It stopped working for a bit back in there. You have to take the lantern, so time to investigate what happened. For sure, resolve whatever issue T1 have with that secret to it. Regardless, as that's getting covered, I mean, talk about how this game is going in the current life, which is honestly pretty magical at this point. Yeah, he was at 80% against Rocket 40, so just kind of talking about it. But this is still Fnatic. That trader is doing incredibly well in this game. Trust character just slots the movie, and that 800 health in order to be the great line. 800 health down to 371. So it took about 430 damage. بنت كين على طول ليه بس يا جزو ليه يا محمود بس ترجمة
it's pretty even. It's just a pretty heavy user's made for most of the images. And if paper is not sure if you're made, so it's going to be back. It's pretty even states right now. Fill out Harold's won't get automated. As far as the bar goes, but I do think the Wonder guy still has 4 CS to actually pick up, and does have that much advantage. Of course, the early kills here, 4 upset though, is really going to make Fnatic feel a lot better. Absolutely, yeah. I mean, I think you're going to want to keep seeing the Lucian win, have pressure on, see them get the first drink. يا جدعان هي الشاشة اللي وراهم دي الكواليتي بتاعتها ايه بس يا اسطى هو بيهيل الهيلات غريبة كده يعني لو الشامل بتاعك مش هيدخل يبرص عليه الدمج اللي هو يقتله بلاش تدخل عليه انا حرفيا ما بحبش العب قدامه انا ببنده في اغلب الماتشات ان هو فعلا شامبيون ده الخرا يعني Get through straight, and blue team doesn't tend to take any pressure. It's kind of the first quarter check. That's our next generation. You can just right now. But we have a lane, whether you're in first base, you want to go trade, you're open height, you're over CB, or you have more numbers. So you can only play a trade, knowing the limits of the base trade, or the over extended, and you step first, and then you get to the defense right now. A lot of them when you have faith, you're getting prequels. So right now, team up one, they get a little bit pushed in, waves back in, then just a little bit more panic. Straight up, that's really low. اظن ان انت تسكيل عليه تقريبا في الميد جيم والالي صعب ممكن تسكيل عليه ممكن تكسبه في وقت الجنجات تكسبه 2 في 1 في الالي والميد جيم في الليد بقى تفشخه اي سينك ان انت فول ايتم وهو فول ايتم او انت ثلاث ايتمات وهو ثلاثه ممكن تكسبه تقريبا خلاص ايه ده ثلاثه كسبوا النت على الـ T1 قطع تقريبا خلاص جي جي هلعب لي جيم سريش بقى زي الواد بتاع T1 ده الماتش ده دلوقتي اه يس دلوقتي كل سنة وانت طيب يا معلم بمناسبة المود الأول وانت طيب بس سنة طيبين يا جدعان جميعا فريش قدام ليونا توب ديف The health bars were very low. Kumayushi and Carrier are doing a great job kind of trading health bars, and that gave Diego the confidence to actually look for this type of play, but he ends up getting... Sorry, but I'm a picker. And it gives him an easy... هلعب لي الجيمين اللي تشيل بتوعي واجي لك عشان اطلع وادخل بين جيمية كتير يا ابو حسن حسن بيلعب بسريش اهو نازل اتشيل يا اسطى بسريش حرفيا لايف متخرج شفت الجيم اللي فات يعني لما بعوز اتشيل انا شخصيا بلعب سبورت عادي اعك بتاع ما مش احسن حاجه بس بحاول ايه ده؟ I'm
ايه ده؟ كلوز والله كلوز ادعكيهم والله ما معنى وردات. خير يا زلمه خير. بتدوس يا اسطى عليها عادي. حبيبي ها بتدوس يا اسطى عليها يا اسطى بتدوس كده بتدوس واحد وتدوس المنيون زي مثلا اللي انت عايزها بتشاور عليها. انا جاي لك يا المد طول ما انت بتسمع الاغنيه الخاصه دي مش هتجيب ولا هوب. جبت يا اسطى جبت قدم لك الاغنيه بس عشان ما تعيطش كده. I'm coming, man. ما متنا احنا الاثنين يا صاحبي. اوف خرا عليك خرا عليك يا من زمان نزلت البوت. انا مش فاهم انت ليه قاعد بتقنت. تلتد والله تلتد يا اسطى. لا يا اسطى الاغنيه جامده على فكره. هنا روم توب ولا ما فيهاش روم توب؟ البت مش حلوه قوي يعني مش دي كانت ليفل 5. ايوه افضلي بينج انت على الهلب. تمام بينج على الهلب وانت ايوه انت زي ما انا توقعت والله العظيم والله العظيم شكله مدلين هيتعبنا خالص والله. It's
ده ليفل 6 وجاي جاي ينتقم من الروم اللي انا عملته. ولد عيب يا ولد عيب يا اس، مش حد بيطبل يعني. بس اخد بتاعي، بس انا مش عارف الجنجل فين. طيب يا البت هتيجي ورانا. تمام هو رينجر توريس. هريكول ولا راح اعمل روم؟ استنى البوت بتاع الموفيت سبيد وابدا روم. الوفه دي طارت بصراحه علينا. شايفين الميد؟ انتوا الاثنين مت على فكره، الاثنين مت للاسف. بالبوت ده اروح اسرع. اجري يا صاحبي اجري. معانا ميدلين زي العسل يا جدعان، معانا ميدلين زي العسل. ربنا يخليهولنا يعني والله. والكابتن اللي مش راضي يلعب علينا ده طب شنو كان بليه توب؟ يا اسطى تعالى يا اسطى تعالى يا اسطى تعالى. ربنا يستر. مش عارف تضرب فيه. معانا ميدلين زي العسل، معانا ميدلين زي العسل. هو تقريبا قال لك البت دي في الباتش فهو يلعب بيها. نوت انف دامج ايه يا ابني؟ ده ما ضربتش سكلايه يا ابني، ما ضربتش سكلايه. انا مش فاهم، عمال يلعب على الميد والتوب، والتوب خسران.
جيجي 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 تلاتة أولاد وسخة مش فاهم ليه بيجرب الشم من التاني ابن ميتين الكلب ده في الرانكد بس التوب والمد عيانين اوه حطيت ريفت توب فرحة أمي بيك أربعة بوت مش فاهم انا سندرا دي بتوسخه ليه كده مش فاهم والله العظيم بجد يعني مين اللي مسلط عليا يعني اما ادخل يا عم انت عبيط عبيط خرف يا وشك انت التاني مش فاهم يا جدعان ما انا العب ميد العب ميد ولا العب سبورت ولا العب ايه في ايام الطين دي انا العب ايه العب لين ايه ايش مد مش عارف يكيو والله العظيم مش عارف يضرب كيو لا يا اسطى حلو حلو مش وحش لا اترك ساقه حاجه دلوقتي في التوب يا دين امي يا دين امي الانمي كله بيلعب مع بعض واحنا لا اوه يا دين يا جدعان تقريبا انا رحت سبورت عشان اتشيله والموضوع ما ينفعش جاي عكس مش جاي بتشيله خالص والله جاي بتلت اكتر والله فعلا جاب تلت اكتر والله
الله اكبر جنك بوت معانا يا جدعان ميد خسران وتوب خسران والجونجي كان بيلعب على التوب خليك مأمن على البت دي و خمسة يا جدعان خمسة خمسة ما بتموت ليه هنا ايه ايه القرى ده ايه ده والله الايديكاري خسارة في الجيم ده والله العظيم يا جدعان الميدلين ده مش بني ادم في هدي النبي يا جدعان الواد في الـ14 الله اكبر جابت كلاية 1-8 مين يزود ممكن نكسب والله والله ممكن نكسب اوف جينكس لعبنا على جينكس فينيكس حلوة فشخ جينكس حلوة فشخ ايه تلعب دي من ورا الحيط فكر خسر من 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 فلاتك اوه يا اسطى كنت بتفرج عليهم الجيم حد قفل كان حد عمل ديسكونكت كده فالنت عنده قطع فكان عنده مشكله فممكن يكون تلت بسببها بتفرج عليهم شويه لو كسبت الجيم ده هذبح 100 بجرة احلى حاجه ان الانمي بيعمل انت دي حاجه بتدفعك ان انت تلعب الجيم ايه
ما في حد استخدم البتاع دي. اوكي هو انا عملت انت والله العظيم بس متسبب التلت بتاع العيال ده غلط مني والله. حاجة سيب الفيجن بتاعتي هنا، انا كل اللي هعمله ان انا هلعب ورا العيال في ظهر العيال بالذات البنت جينكس هنا. فناتك بيلعبوا احسن، انا بحب فناتك اساسا وجي تو، بحب اي فريق من من اليوروب. بطب لاوروبا ليش ده على فكرة. هو تي وان يتشجعوا يا اسطى بسبب فيكر بصراحة، أحد يكرههم بارون 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 بس. انت كنت متوقع ايه؟ طبيعي ان ياخدوا بارون. طبيعي ان ياخدوا بارون في وقت انت مت فيه طبيعي. يا محي لا يا اسطى متكسر وش يا اسطى حبيبي يا اسطى والله. والله انا كان ليا فتره ما بستريمش اساسا. انهي جيم بتاع امبارح تي 1؟ اه طبعا شفته. انا بلعب بيومي حبيبي والله. محي منور، ويلكم باك يا برو. ما تعكش يا ابن العبيطة. اقتل اقتل لا ترك. معايا دي كاري بصراحة يا جدعان. البيت جينيكس دي حوار 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 جامدة فشخ بصراحة. عايز اجيب فيجن.
قدامنا سيفير برضه متفايدة فشخ، بس أظن إن رينجر يوان شوتها يعني. نايس. مالك يا صاحبي احكي لي، سيبني بحالي يا زميلي. ارجع على رينجر، انت كده بتعك. مش طالبه خرب صراحه. نايس جينكس تيك ماي هونر والله. تعالى يا جدعان مد، مد يا جدعان مد مد ونلعب على البارون يا جدعان يا جماعة. يا جدعان ايه يا برميله يا بجعه حبيبي يا عمرو والله يعني خير. هو الفكره ان انا مش بستريم كتير والجو ده فاهم، والريتش بتاع الفيسبوك بتاعي بيقع كل فتره، فانت محتاج استمراريه بس، وان شاء الله الناس كلها تيجي باذن الله. كلك معايا ارجع على انت اهو. في بارون، في بارون، في بارون يا كلاب يا كلاب، في بارون بيبوش يا جدعان الجيم كله يا ابني، هيروح ياخدوا بارون يا ابني ارحمني. قناة الكسبت يا دين النبي. عيش اليوروب واموت الكوريان والله. اصل انا من زمان يا جدعان بلعب في اليوروب، فبشجع اليوروب، فبقول ان اليوروب جامدين. عاش عاش فشخ والله. ادعم انا عندي الوطنية يا جدعان، اهم حاجة بحب فكرة. اوه وات واز ذات؟ ليه ما لعبش كبير؟ يوشا دريك يا جدعان، دريك 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 دريك. دريك دريك يا جدعان والله. بعد كده بارون يعني، يا ريت بارون بعد اذنك يا باشا. في كرهول فوق
نط على اي حد جننت ميتين امي. ها تحت وان شوت، وريني الوان شوت يا ابن البجعه. تعالى طب بارون يا جدعان. الواد فك الهوك من قبل ما يتهك. بارون ليتس جو، ليتس ميك اب ريز اون بارون. هناخد البارون ايزي. سيبني في حالي يا زميلي، انا تعبان من الشايب. حتى هتوفت التوب، هتوفت التوب، هتوفت التوب. والنبي ليتس جو. اضرب يا زميلي، اضرب يا صاحبي، اضرب يا صاحبي. ده انت تيمي ابن كلب والله العظيم. 5 مينيت ليتر جدعان. حلو والله، عاش عاش والله يا جدعان، عاش عاش يا جينكس والله العظيم. تك ماي اونر. حلو يا جدعان، انا بسبورت وبتشيل، وانا مش بسبورت وبتشيل. حلو السبورت، بتشيل 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 بتشيل. طبعا قلب جينكس لعيب. اساسا من جوايا سبورت كبير والله. يعني شوف الرول دي، لازم لازم نتفرج على الجيم سوا. هقدم عشان الحته دي شفتها، معلش بس تقريبا هو قاعد في الحته دي اهو. هم في نص ساعة ولا ايه؟ طويلوا فعلا. الواد السبورت هيلسنج ده يا جدعان، سبورت جامد من زمان. على حته بايك كده برضه كانت بتتكلم. الواندر ده بتاع جي 2 برضه.
وانا ايه الكواليتي اللي بتفرج عليها دي؟ سواء 20 حلو على يا صبري يخرب بيتك الفيس علق بس عاملين ستة فاكر دمش ايه ده سكريم
خدت ال بدل البلو في حته ثانيه. We don't know what we need to do with this team for early to mid game. This is exactly it. I think this is the initial dashboard where we get to go on sports. This damage is absurd. She even was hoping the heal just gets melted. Yeah, you get the E for early to mid game. There it was E. How do you think they thought then the damage? That's a big kill on the other side of the map. You can see one now. It's kind of all exit and they've had it here. We get some good damage down this tower. We can see that what's on it is Jax. خلي القلاع جاهز ده يا عم، قابل يا عم. جو يا حمادة، حمادة بتاع اسمه ايه؟ هيومن؟ هيومن هيومن وي؟ مش عارف هيومن وي ده انا طلعتها صح ولا غلط؟ سوري انجلش اول ذا تايم والله يا عم. ريناتا حلوة قدام سريش تقريبا. شكله مهارو واندر جت والله العظيم مهارو جت. It's really become the tale of two lanes where it's about upset and Nelly, you know, versus what team we can kind of get done on the top side with Zayas. The problem for T1 is that none of these kills are actually going to Zayas. He didn't even get an assist on that one. He is being gifted, you know, additional time to farm, additional time to scale here with that pressure up towards Wonder, but they're getting so much more on the other side. He's not yet on CS or levels of any other solo lane in this game. Maybe Wonder, but you know, he's not. Mean. Is here is still going to be a big round. What up, Tom? You see, it's a big Lucian down there as well. T1 are going to be able to grab second Carol of the game. Zayas will not be able to go. So gets away from the bubble. It's their only live. Finally gets a ward down from it. T1 gets the damage. Is in any other solo lane in this game. Maybe Wonder, but you know he's not. That's not the problem. The problem is Azir is still going to be a big threat. 140 CS, a big Lucian down there as well. T1 are going to be able to grab the second Carol of the game, but today is the ready to go. Or on the top zone, gets away from the bubble. Is there a way to live? Finally gets a ward down from Azir. T1 gets the damage. Go from T1, go from. Offroom T1. How's the fake on my couch? Show game. With his mythic already in the sword, she was just melting through the jacks. We'll get the tough push out. But it's a trade of neutrals. Still not being over to Fnatic. It's the carries of the game. كامل بس اتفقنا، بس ما اظنش ان الدبليو ليها علاقه بالجراسب والجو ده، فاهم يعني؟ ملهاش علاقه بالدبليو اب والجراسب او كونكر، فاهم؟ هو ممكن يكون عشان الاتش بي بتاعك بيزيد بالبلديه دي او بالرينز دي، فهو ده السبب. عارف انت الحاجه الاخيره اللي انت مختارها سترينز اللي بتزود لك اتش بي، فانت كل ما اتش بيك بيزيد اساسا شيلد الدبليو بيزيد، فالباس بتبقى بتزيد، فاهم؟ فاهم البرج. بس ده عايز جيت جيم صرف.
فاهم؟ يعني انت هتلعب بست امكانياته الموجوده في الاول، بعد كده في ال في الباك جيم مش هتلاقي يعني فاهم، هتفرق معاك في الليت وكده. بس ما اظنش ان الايرلي هيبقى عادي ست العادي يعني. السلام عليكم يا تراكاوي، دعواتك من ايه يا رايق؟ امتحانه بكره، ربنا يكون في عونك. اللي ايه الفيس بيستهبل يا اسطى، حاجه زي الخرف ده. ايه بايظ؟ اه قشطة قشطة فهمت، احاول اجربه جيم والله. يس قشطة ان شاء الله. ربنا يوفق ميخا يا جدعان بكرة امتحان. قشطة امين، انا موافق، انا موافق على الكلام ده. انا موافق انه لو نجح يعزلنا. امين امين، انا موافق. انا مش موافق. لا يا استاذ، باذن الله تنجح وتعزمني باذن الله. انا بحب اليورو بصراحه جدا. ماشي خلاص. المشكلة عندهم في اولاف بقى يا جدعان. مين اولاف بقى حرفيا؟ قلت لك يا صبري وحب الناس عشان تعدي. اوعى رد الواد اللي بيلعب ببوبي اسمه رزق ده. مو مين اللي مات؟ مين الحمار اللي مات؟ ساوندر حمار. ايوه يا ابسط اديني. اي شفت بقى كده هو. يا ابسط يا زعيم، ليتس جو. كله جامد تي ومعاه قدامه واحد جامد تو. اعمل تمارين كابتن ماجد دي تطلع مصر. البدا فين؟ البدا فين؟ اه حتى شاكوش. للتوين. ماشي احنا وقفنا على الدقيقة كام؟ 23. بلعب بلعبش توب ليه؟ بتشيل
باتشيلي يا اسطى، باتشيلي باتشيلي يا ابني باتشيلي. Let's go. Imagine we lost to lose with this close. Okay. تشيل اللي هو الواد، هو الفكره يا جدعان في مين بس اللي هيجري ورانا؟ الواد اولاف ده، ربنا يستر علينا يا رب. فوكس لا بيقع عادي معهم انجيج يبوي نترس يضرب ار بي اي ار ده ار مسفورشن ار جي جي ويلوز بيلو تشيلو واعر انا ضربت الاجتماع على الكانون وهكيت البت فاهم، فمحدش يعلق. الواد ليه طلع توب يا ابني؟ هو فيكتور اتقفش، انت مش هتعرف توصل له. مش فاهم والله العظيم يا ابني، كنت عملت جنجاب قلت الله يحرقك يا اخي. قال له جيم صعب. اوكي. قال له جيم صعب يا صديقي والله. ويف از اوكي يا 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 ويف اي سي ات فروم ذا بوت اف يو دونت سي ات. اي هوب يو جانج اي هوب.
I'm recording. ما بفضلش الايتم ده انا بصراحة. بعد ما او ما اعرفش استخدمها يعني، تديك موفمنت سبيد تجري منهم بتاع. هو كان بيقول ان دي احلى يعني قدام ازيرو والناس دي، مش عارف ممكن اجيبها. سكلاية في التوب الواد ليفل 4 يا جدعان، ايه الهزار ده؟ ايه الهزار ده؟ هو ليفل 4 ليه؟ with the jungle. عبيط وايه ده؟ مش فاهم ليه مش راضي يلعب علينا، يعني مش راضي تلعب علينا ليه؟ يعني ايه بريشر؟ يعني هم عاملين بريشر واتس فاني ان انا بقول لك جنج. هو بيضحك ليه؟ وات يا مان تشيل يا مان، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك جنج يعني انا ما يا دين امي. اعملها شغلانه. ما عملها شغلانه فعلا والله، ان انا قلت له جنني. هو ايه يعني انت هو ايه بيتكلم ليه؟ اوكي ميوت ميوت يا ابني. انا ربنا كرمني بديكاري الجيم ده. اوف جونجل عيوطة التاني، يعني انت جنك تفوت غلط. طب انا اعمل ايه طيب؟ تعرف ليه؟ بنت الثانية ماتت يعني بعد الفيد ده كله مستي يعني بجد والله. ايه الخرا ده؟
انا حطيتها على الورد على ده، انا حطيتها على الورد فعلا نفس المكان. شوف انا حاول اجيب البوت موفمنت سبيد واتحرك معاهم بقى. هي بصراحة مش فرش الميتا يعني، الواد المفروض يبك كايس، انا مش فاهم البك اللي باكه ده. ده نازل ياخد على عينه فعلا يعني، هو نازل يتضرب بس. جي 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 والله العظيم جي جي، ده كارم منه لله والله. شكرا على الشير. انا اعمل ايه في الجيم بقى؟ انا اعمل ايه؟ ولا في كيلز في الميد ولا في كيلز في البوت، يعني هو المفروض الميد والجنجل يجي يساعدوا البوت المفروض دلوقتي يعني. ايوه احنا هنستنى بقى من البوت، بس هو البوت دلوقتي هيطلع يفشخ الميد ده بس، ومات سبحان الله يعني. شافهم بيتحركوا ومات. نايس والله العظيم. احلى تشيل احلى تشيل احلى تشيل على دماغي. ربنا يصبرني. ليفل 7 وانا مش عارف اطلع ليفل. يا رب. تسعة كلات في البوتين، بوتين خلص الجيم. بترو ليه يا ابني؟ يا ابني يا ابني ما تتكلمش في الشات بالله عليك، فكك. الكاري وحش، انا عامل ايه طيب يا جدعان؟ مش عارف الدمج بتاع البت. ما الفت دي الاوتو اتاك بتاعك ما يجيبش يعني دي. طبعا كل الدركات وبتاع وكل حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ Slain.
الانجاج بتاعي ولا خدها 0.5. ما انتوا خسرتوا الجيم اهو بالبكات دي قشطه اوكي والله العظيم كمان بتفلموا يعني فكمان ما فيهاش. السبع بيض ده حد يضرب يا ولاد ميتين الكلب. المتخلف ده يكسب والله. هو طيب مش اللي كده انتهى تقريبا الجيم الجاي هلعب طب. مش عارف احنا مش عارف ازاي الحال ما خلصوش الجيم ده. المفروض يخلصوهم من بدري بصراحة. ضهري وجعني ضهري وجعني من الجيم. من 3-0 لأربعة 3-1 عيش هتلر والله كلب والله. أنا شكلي أعمل ميتا الجيم الجاي. والله شكلها عامل ميتا شكلها عامل ميتا بجد. تعالى الدليزر من هنا يا ابني.
حلو 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 اللي ده كان يزيد طبعا حلو في تقدم. فرق 3 ليفلات في تقدم برضه. ما تعرفش حتى الاكسبيرينس بتاع الويفز مين بيقف ياخده اساسا. مفيش حد والله مفيش حد بياخد اكسبيرينس الويفز حرفيا في المنظر زي ده. فرق الليفلات ده حاجه بتتكلم والله. ده احنا لا ده احنا لو كنا افيك مش هنبقى كده والله. بس هو كده ما خرج من داره يا جدعان. انا خرجت من التوب صباح الجل. انا اشتري شامبيون والعب بيه في التوب عشان اتخنق. العب جنور الجيم الجاي. خلاص يا وحش جي جي. نشوف جي تو كسب ازاي. فاناتيك قصدي اللي هيدوس نو يبقى امه. هيدوس نو خنزير والله. شراب فاهم. هما بيلعبوا جيم زي ده ليه طيب يا جدعان؟ ما تقف اف يا جدعان بجد بالله عليكم. ده شرف يعني. مفوش يا صاحبي مفوش. مفهوش يا جدعان مفهوش 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 مفهوش.
ما يصير دي كاري كده عموما. Speaker there is Wunder. I mean, if Wunder was already in mid, and then you can kind of go for the pincer play there, but Wunder going in, hoping I think that his TB wouldn't have been noticed, but he would have had Min Samira. Salam Nabi. لا 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 للسبورت خلاص النهارده طيب ربو ميد افتح بقى اخبار هيجي شامر العب بيه طب هنا كاري ثانية بس ماشي خلاص نكس شفتها دي هنا اخويا ابراهيم شكرا لك T1 gonna be pretty happy about that overall, even though Faker went way too deep on the initial play and kind of gave away a freebie. Yeah, we're seeing the power of this whole PvP. Faker goes into the W with the stunts into the ball. Okay, the turret with the Gale Force. Very skirmish heavy gain so far. Even fight on that bot side. T1, the victors, you have to imagine, because they got the dragon in the top tier 2. Danica kind of trying to retake control of mid. Baron still up. Will be a quite a quick Baron for Panic with this Lucian here. All the gold, though, in exactly the right places. 2k gold lead for Humanoid individually in his matchup. A 2k, actually over 2k gold lead for Upset in his individual matchup. So that is the lead. It is on the carries. It's exactly where Fnatic would want it to be. And it is, in fact, the Blade of the Rune King. You held that as an option. I was disregarding it because I didn't think this is a game that, Zayas can win through Sonic. It does feel like Fnatic are pushing the pace enough that he's going to have the group at points. He's going to have the team fight. And when you do go for that sort of a build, you are so squishy. If you misposition at all, if you get CC'd up at all, if you're going down, especially against Humanoids of Zero. Now yeah. Level 14 has a Shadow Flame and Luden's building towards Rabadon's third. No defensive items on this trade. But the amount of game for Fnatic is incredibly powerful. T1 needs to be careful in overextending, looking for picks and looking for fights. If Fnatic are grouped up, the carries of Fnatic will melt them. It's like correctly playing around the Baron. It is fogging over the Baron pit narrowly. Basically no vision inside the top jungle. Bringing down to 8k, Blutrick and Spock going on. They gotta run in there and find the fight. They only look back inside. They get ready to get go. This is a guaranteed smite, it's gonna be his! Baron's played, the fight begins, Hillsong stays alive for now, they scoop back the chance! Poppy interrupts him! Sends him to his grave! T1 have four, and there he gets five and a Baron! Carry just dropped, it's nothing done! So this shit happened. Secures in the Baron, and then T1, it seemed like, felt that they had to go for the fight. They had to erase some of these Baron buffs, but the Force was not working at all.
They are not ready to team fight. They don't have the goal on these pair. On the entrance, instantly hits Odor to send him out of the fight. The reposition from Fnatic. Watch you right there. Hillisang looks like he's in trouble. Pushes away Zeus from the fight. They reposition behind the wall. Razor peels away Faker. And then from there, it's a front to back with Lucian is here. Exactly. الواد الجنجل ده حوار حوار والله بجد. الواد جامد يا جدعان فشخ. دماغ ايه ده ما بتنامش والله شغالة. نايس فشخ. بس ايه يا عم ده Vai ser Ranger. هفلمك على طول ما مش ههزر معاك. هتغلط هفلمك. ايه ده؟ رينجر ضرب فلاش غلط؟ يا ابن اللعيبة ليتس جو يا ابني ليتس جو والله. اش you did
البنج علي ليه بقى؟ هذا البنج 100 ليه؟ فرضا انا ضايق لازم اضيفها بنج عالي مش عالي بقى سمعت بيه للاسف يا سمعت بيه انا ريكول بصراحة انا مش فاهم البنج علي ليه بصراحة اقعد استنى البوت تتأخر بصراحة فاكس ياخدك كلها والله ها عملت ايه على وتك عارف الفكرة ان الواد كام بص كده ايه الواد يعني هو 0-3 ومصر ان هو ايه والبنج عالي ومصر ان انت ايه تضايق في الوقت في الجونجل بتاعه بيلعبوا زود برين والله بيلعبوا زود برين بعيدة جي جي هاي صار
نايس ار. مش فاهم الرينجر ليه واخدها خناقه مع الجونجل والله بجد. معاش معنى سبحان الله. جنج هتاخد كلات. جنج هتساعد التيم بتاعك انه يكسب. مش تنفذي جونجل وخلاص بدماغك اللي شبه وشك دي. ما قاعد اشتري المسك. مش معاه فلاش. ممكن اجو اول ان ليه ما فصلش يس. ما فصلش لا. معرض ولا معرض ولا مش معرض. ده العادي يا اسطى بتعمل كيلو والله المفروض يعني انت بتلعب ليفل. هي البت فين بقى؟ تلاقيها هنا تلاقيها هنا تلاقيها هنا صح؟ الله كي بعد فش
was an insane achiever. The MVP was destroyed and hurt. مفيش مقاومة حرفيا. اوكي الواد خد على دماغه بصراحة، اسف. حتى الموت اللي موتهاني كان بحظ يعني، اللي انا مسيت الار فيها وكده. استمتع. كان مستمتع فعلا. عايزين ناخد كلها الجونجل بقى. مش كنت بلعب بيوريف انا وصبري، هو بيدز ابيليتي وانا جاري. مش عارف يا اسطى، بحس اللي جام دي بتبوظ دماغ العيال في الرانكينج، عشان كده ما بحبهاش صراحه. الجام مبني على الوهم يا اسطى، انت مش في حقيقه يا اسطى. وليه دخل؟ ليه دخل؟ اوه حقك تكسر. طالما تلعبوها حلو يبقى حقك. كنت لعبت وحش بصراحة، كنت قافلين. انت بتنزل بتذل العيال في الجيم.
because it's an awaited turn. The team has destroyed a turret. An ally has been slain. An enemy has been slain. Your team has destroyed an enemy. Your turret has been destroyed. باك يا زميلي باك اش حلو البت حلوة يا اسطى بجد ماشي ممكن ناخد بارون على فكرة يا جدعان الفكرة ان شم ازاي ريفن ده بيوجع صباعك حرفيا انت كله بليز انت هيرهق الواحد شفت النوك اب شفت يا اسطى النوك اب بتاع الواد ده اخ كان سيل الانيميشن مكسبونا في التيم فايت بسبب ار كيندريد بيترى حد بيترى حد يا اسطى حد يا ابو فوزي عامل ايه اكتر من اكتر من ولاد ماجد ترو يس متعب اكتر من ولاد ماجد اللوكي والله الفايت اللي فات انا كنت هضرب اكس استنى اخد دبل كيل يا جدعان هو ايه ده؟ استغربت اللي مات والله العظيم عشان بيعتبروها صعبة بس وسهل ان هي تقل بس كده مش بيلعبوا بيها بطولات صعب انها تفايد بس العيال مورده وكل حته Give it to me.
Misty's morning suit. فايتوا ليه هناك يا جدعان؟ ماشي انا غلطت كنت هفشخه. هات الويف ماشي هات الويف هات الويف ميلوردي ممكن نريكول على فكرة عادي. روح نام يا صبري يا عم عشان امتحانك يا عم. مش حلو ان احنا نطول الجيم ده يا جدعان. جي يون 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 يا جدعان يون ما حدش هيقتله. هنخسر يا جدعان صح؟ We are losing job. Thank you.
انا جالي مكالمة فسبت الجيم وسرحت. صوت اللعبة، بحب صوت اللعبة على فكرة. تاني بس نكمل يا جدعان، بطل. واو يا كاتا، عامل ايه يا كريم؟ فاتح صوت ال كويا، شكرا على الاكل. هلاقي تفرتكوا العيال يا جدعان بتوع تي 1. The Red Bull Baron power play Fnatic still have 45 seconds to crush the base. Shaq's hitting mid lane, so Fnatic will hit the top Nexus turret. Pick up Sabala, y'all. فين الماكرو بتاع اليوروب؟ ربنا يسامحنا يا رب ان شاء الله. يا جدعان في ماتش العوده تقريبا هيحط على فناتك حاطه صيدا. ستوب تشيس بليت سلو. اقول له طيب second away from actually from the 5v2. Yeah, I mean, if you find that last member when the recalls are desynced a little bit like that, it could mean so much. But now, instead of the 10k lead for Fnatic, it should be their dragon for sure. I don't think that T1 have any business trying to contest here. There's no TP on Zayas, he's pushing him top. I think the hope is that you can somehow delay the game until you get that third, fourth item for Gumayushi. I mean, he's going to need IE. He's going to need a lot in the tank here to be able to get anything done. And they're trying to buy time for Zayas as well. But Fnatic will just keep pressing. هما يسيبوا اتروكس ديفنس، هو وأزير وممكن ثلاثة يبشوا بوت. اسمعوا كلامي، او اتروكس وازير ميد وثلاثه يبشوا بوت. تمام، انا معلش انا هعدل عليكم يعني، بس ماشي. اتروكس لوحده واربعه بوت، تمام ماشي، خطه مش بطال. بس تاخدوا العبوها سلو يعني يا جدعان، مفيش حد بيتفنس. جي جي، حط ورد بقى في الحتت دي وحاولوا تكاتشوهم هنا. مفيش دريك ولا اي حاجه، ولا حتى لما انت مهدي. مفيش أي حاجة دلوقتي، بس عشان فايتوا عليها. هو البارون فاضل له قد إيه؟ دقيقة. هيتحركوا ناحية البارون يا جدعان وياخدوا كنترول ناحية البارون كله. يبشوا ياخدوا بريشر في الميد، يتحركوا ناحية البارون، ياخدوا كنترول في الجانجل بتاعهم ناحية الريد بتاعهم، ويفضلوا عند البارون. ممكن يعملوا تيم فايت هناك. الواد ما ماتش ولا موتة. ابسط والولاد هيومانويد دول طالعين كاري. هيل ارضي يا هيلسين. ايه يا اسطى الارضي؟ Hook to the back line, Zayas gets nothing done. The counter attack, and they go to the top
cleaner. No threat of a whole separate, the cleanse and he's fine. Faker can't find his way in either. They get nothing. The scoop is not the cleanse, the tackle. And then down the top cleaner. No threat of a whole separate, the cleanse and he's fine. Faker can't find his way in either. They get nothing. The scoop is ليه ليه بيرفكت صراحة جامدين جامدين جامدين. الواد الميد ده ايه ده؟ فكر على نفسه ايه يا زميلي؟ اوعى يا واندر والله وعمل الرجالة حتى الله يوم تاني ايه الفرجة زعتش افك هو ايه يا جماعة الفكرة ان ريفن قدام الناس دي مش احسن حاجة ادوارد جيمينج سينك ادوارد اكس او جيمنا trying to make sure that Fudge actually is able to leverage the match unlike last yesterday where I don't even think it was Fudge's Euro Space as we said. I don't know if American Dole معتبرهم البيتا بصراحة لو كسبوا الجيم ده بحظ. The team points with a Fiora and they weren't really in a position to get anything out of that. مين توب بس سينك انه الواد يون مين بكات دي؟ ايه بكات الصالة دي؟ بحبش العب قدام يون ليتس جو Thank you.
ماتش اب صعب على فكرة، مش سهلة. ما ضربت فلاش على فكرة، والله ضربت فلاش وما اتضربش. جي جي مادة. انت شفت البيزك اللي طلع في المينيونز؟ كنت هموت بسببه حرفيا. الحمد لله والله اتسطرت. أمي دعيالي في التريد ده. لازم ابروك الفريز دلوقتي. ويا جدعان الفيل اللي حصل في البوت ده، هسيب الوجهة تبش ولو طلع لقدام هموت. هموت لين بيعك، ولو جه هنا هيموت حرفيا. Thank you.
عايزة كونتر جانج دي، عايزة فيجو يجي. كم وقت حموكش نايس ضايفه ولا فاكس؟ فاكس ما ضايف شامل الجايون ده هتعبني شو بس عارف الضايفه كده اه لو صح يا انتي Thank you.
Fuck you. حاطط حركة من الجنجاية في أي حتة. اخسر بليتس كتير انا. ما ساب التاور ليه؟ صرت منز كتير على فكرة. أنا مفيش حاجة اتفايتوا عليها يا جدعان. بيموتش ده حيوان حرفيا والله. Has been slain. Yes.
has been slain. Is your fan really? مش شعور ولا حاجة. ايش كمل الستريم لحد ما افنك بس. أو على البارون تمام يتسمو بناش Nash. نسيت يا جدعان نسيت هطلع طب يلعبوها هم 5-4 بقى Je te demande de me laisser, 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 je te demande de me la
مش لازم نروح معهم. خلص يس خلص. خلص يس. خلص. انا مصدع صداع يا جدعان. حاجة بتونس. عايز اكسب جيمين تقريبا كده. جيمين يابا واطلع دايموند 2. ان شاء الله اكسبهم. الدايموند اسهل من برات. الدايموند اسهل من برات 1. ودايموند 4 اصعب من دايموند 2. Be right back. لا لا مش فوزير. هو اصعب حاجة بلات وان عشان تكون قريبة من دايموند 4 مثلا. دول اللي بيبقى هارد ستاك فبيبقى خرا. والدايموند 4 بيبقى خرا بسبب ان في ناس دايموند 4 خرا كتير وبتلعب مع البلات وان. ما هي الاكتين دول حاجة زي الخرا. مش فاهم انا المايك مستفز بصراحه. ازاي ما عملش اكسب كروي ستومبي سيتي. كنت عايز اشتري شامبيون. الحمد لله لعبت جيم رانكد تراندا ضدي خد اتنين كيل علشان قبل ليفل 6 تكسبه كده كده. الا لو فضل يلعب سيف بقى وبرود والجو ده مش هتعرف تجيبه. ومشنة تتقمص قالك هروح ميد واكلت روح توب. راندمير بيعزق يا جدعان. بيعزق الصراحة. بحبوش برضه الشم منه.
ومشين فايت سايلس اللي ضده وراحت رحلة يبقى الجيم زي ده اوبن يسطا يبقى حرفيا يا ابو كل ديسكنات ديسكنات شن افتح يا ابني وسش معايا سكن الفريشو ومش جايبها قد ايه انت بجح والله العظيم يا جدعان ايه ده بس كان بلعب سريش عمالة انت بيه في السبورت فالمفروض لو معايا سكن هبقى العب احلى قشطه اتروس الحمد لله اول 10 دقايق راندمير وسايلوس فيد الحمد لله الحمد لله يعني كاري بقى بلاكس انت بتاع بلاكس سبورت انت لو شربت ريد بول يسطا هتعرف تكاري دعاية اهو ببلاش I don't have a champion بصراحة شارب المرة دي بشرب حتة بمية قبل الجيم وبخسر برضه اوه يا زماني شغلك اغنية يا حبيبي تعال 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 علشان انت عظيم تعال ثانية يا أخت ثانية Jackson.
حقيقي ماريا نجرا. عايز اغيرك ده انا والله. علق نسمع حتى شعبي. طيب يا زميلي بسخونك وبتقول لي تعال عايزك شاورت لي من الشباك. حاضر يا ستانكس. افتكر هما بيعملوا انفيد برضو. وبتقول لي تعال عايزك وشاورت لي من الشباك. انا كنت عايز اطلع من الجيم خلي بالكم يا جدعان. نايس. ما طلعوا بينفيدوا برضه خدونا دبل كيل. كده احنا مش هنبيت. فكرة ان البنج عالي الجيم ده برضه. هيطلعوا ميتين اهلي والله العظيم. ده ثلاثة هنا. انت راح فين؟ راح الجاكس. انا اكسبها بس الفكره في الجونجل. ممكن اكسبها من فيديو.
ايش 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 فين اخر يوم؟ فين اخر يوم في العالم؟ بس كايروكي ما عندوش اغنية اسمها اخر يوم في العالم. بكرة نهاية العالم هات لنا بالبال بان. معرفش ماله يا اسطى، سؤال بينج عالي. اوعى مجنون. يا ليه يا ابني ليه ليه لوز والله. هجيبهم دبل. ما اتقلت على ايه؟ قلت مش هطلع من ايه. اخ
What a lucky jungle. What a lucky jungle. فعلا احنا محظوظين بيه جدا يا جدعان والله. ودارو يا عيني كده كتير. طيب سايلس انت والبت يعني كتير بصراحة. ارحموا ميتين امي، ارحموا اللي جابوني. مش فاهم بصراحة مش عايزين يبطلوا انت ليه. Calm down, calm down. Baby, calm down, calm down. Your turret has been destroyed.
هو ده رانكد يا جدعان ولا ايه؟ المفروض ما تلتش طيب ولا ايه طيب يا جدعان؟ ايه يا جدعان ده؟ ايه العته ده يا عم؟ استغفر الله العظيم يا رب. خدت ار ليه؟ جت خدت ار ليه؟ طب ودي مين هيستوبها بقى؟ دي اللي اتفيدت ليفل 12 يعني مش فاهم. حلوه ياض حلوه ياض بدر اللي ده جامد. يا ابني انت يا ابني اضرب سكيلاتك صح. بحرك يا اخي